طبعا زهور أنسب وقت فيها بتبقى للربيع والصيف، بداية الصيف ووقت الربيع، وإزاي تقدر يعني الزهور نفسها اللغة بتاعتها هي لغة الزخم، يعني يبقى صحبة ورد، دايما يقول لك صحبة أرض، دايما يقول لك تصميمات زهور مختلفة. فإزاي تقدري تنقلي اللغة دي بتاعت الورد للديزاين نفسه، ان انت تقدري تحطي كل الخامات اللي انت بتشتغلي بيها، وده اللي انا حاولت اعمله في المجموعه الاخيره. احط كل الخامات زي التطريز، زي القماش المطبوع، زي الورد اللي معمول بالجلد، زي الورد اللي معمول بالنحاس، اعملهم كلهم في تكوين مع بعض، بحيث ان هو يقدر يدي الروح بتاعه الورد انها مجموعه ورود او بهجه، بتنقل البهجه بتاعه الورد والروح بتاعت الربيع والصيف، وفي نفس الوقت هي متناسقة مع بعضيها، تدينا نفس الطعم والطابع اللي احنا مميزين بيه في الشغل بتاعنا. الخامات زي ما احنا قلنا، الخامات دايما بتبقى خامات طبيعية. طريقة الشغل هي طريقة يدوي تماما، حتى المكنة ما تعتبرش تكنولوجيا يعني. يعني دايما بفضل استخدم الكمبيوتر في حاجة استخدمه بعد المرحلة اليدوية، يعني مثلا لو عمل ديزاين عمل سكتش، فبعمله الأول على ورق وبعد كده بنقله للديجيتال، وبعد كده ببتدي استخدم الكمبيوتر في ان انا انضف السكتش دوت واخليه احسن جودة افضل اكرره. لكن الروح بتاعت الديزاين او البداية بتاعتها لازم تبقى فيها الحس اليدوي. طبعا الموتيفات كلها بتتنحت واحد لواحد، بس عملتها المرة دي مجموعة مختلفة. كنت أول مرة أشتغل بالتطريز، حبيت أعمل إن أنا أقدم يعني في الديزاين يبقى كان في صحبة ورد كاملة، إذا كان في الكوليه أو إذا كان في الحزام أو إذا كان في الشنطة. فحطيت كل أنواع الورود مع بعض، وطبيعة الورد هي ديت إن أنت تقدر تقدم مجموعة مع بعض، فالحمد لله كانت ناجحة، ما كانش في تنافر من كان تطريز أو إذا كان قماش مطبوع بالورد أو إذا كان الجلد متقطع على شكل كيفة الورد والنحاس. طبعا كل الحاجات دي كانت ماشية مع بعض كويس.